كشفت الفنانة المصرية سميحة أيوب الستار عن بعض أسرارها الشخصية والتي تتعلق بزيجتها الثلاثة والتي بدأتها بالفنان القدير محسن سرحان. سميحة أيوب قالت إن الفنان شكري سرحان وقع في حبها وطلب من شقيقه محسن أن يتوسط له عندها، ولكنها أعجبت بمحسن وتم الزواج بينهما وأنجبت منه ابنها الراحل محمود. الفنانة المصرية كشفت أنها انفصلت عن الفنان محسن سرحان بسبب تصرفاته الغريبة، حيث تفاجأت أنه يغلق الباب عليها بالمفتاح ويتركها مع أولاد وابنه، حتى أنه في يوم تعرض ابنه لحادث في المنزل ولم تستطع أن تسعفه. سميحة أيوب قالت عندما سألها محسن سرحان عن الهدية التي تطلبها لعيد ميلادها طلبت منه أن يطلقها وهذا ما فعله. أما عن زواجها من الفنان محمود مرسي أكدت سميحة إنه فنان وإنسان عظيم وأحبته من كل قلبها وأنجبت منه ابنهما علاء، ولكنها كانت في بداية حياتها تغيب عن المنزل كثيرا بسبب العمل وهذا كان يضايقه. سميحة قالت إن محمود مرسي طلب منها أن تختار بينه وبين العمل فاختارت الفن وسافرت من أجل إحدى العروض وفوجئت باتصال لتعرف أنه طلقها، فاحتفلت مع أصدقائها وظلت ترقص من الطائر المجروح ودعت أعضاء الفرقة على العشاء. الفنانة المصرية قالت في حوار لمجلة لها أن الفنان محمود مرسي كان يعامل ابنها من محسن سرحان بكل طيبة وغضب كثيرا عندما علم بزواجها من سعد الدين وهبة. وكانت سميحة أيوب قد قامت مؤخرا برفع دعوى ضد مدير أعمالها المخرج أحمد النحاس اتهمته بسرقتها، وقضت محكمة جنايات القاهرة بحبس أحمد النحاس بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وكشفت الدعوى عن زواجها السري لسنوات. لن تتوقع أن هذا الممثل الكبير هو نجل سميحة أيوب من محمود مرسي، بطل طباخ الريس وكركر وعسكر في المعسكر وعندليب الدقي. لم يتزوج الفنان العملاق محمود مرسي الذي ولد في 7 يونيو عام 1923 في حياته سوى مرة واحدة، وهي المرة التي تزوج فيها من سيدة المسرح الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، فكانت الزوجة الوحيدة في حياته. كان الفنان الكبير خجولا مثقفا لا يحب الظهور الإعلامي وله أصدقاء قليلون، فكان رجل مبادئ ذو طبيعة خاصة. في كتاب تحت عنوان ذكرياتي تحدثت سيدة المسرح عن زواجها وطلاقها من الفنان الكبير محمود محمد حسين مرسي أو محمود مرسي، وهو من مواليد مدينة الإسكندرية. عمل كمدرس بعد تخرجه من كلية الآداب جامعة الإسكندرية، إلا أنه قرر بعد فترة قصيرة أن يستقيل من هذه المهنة وسافر إلى فرنسا. درس الإخراج السينمائي ونفذت نقوده بعد أن أمضى في فرنسا 5 سنوات، فانتقل إلى لندن وعمل هناك في إذاعة بي بي سي البريطانية، ولكن بعد تعيينه بعدة أشهر وقع العدوان الثلاثي على مصر فقرر مرسي العودة إلى وطنه. عمل في البرنامج الثاني بالإذاعة المصرية ثم عمل مخرجا بالتلفزيون المصري، وفي المعهد العالي للفنون المسرحية بالقاهرة عين محمود مرسي مدرسا، وكان بداية مشواره الفني في عام 1962، وذلك عندما شارك في السينما في فيلم بعنوان أنا الهارب ابن محمود مرسي. أسفرت زيجة محمود مرسي وسميحة أيوب عن وجود ابنا لهما يعمل في مجال التمثيل، وهو الفنان علاء محمود مرسي، والذي قدم دور في مسلسل عد تنازلي مع عمرو يوسف وكندا علوش وطارق لطفي. وفي إحدى اللقاءات مع الفنان محمود مرسي قبل وفاته تحدث عنه وقال إنه يميل إلى التعليم منذ طفولته وإنه كان يرى فيه الأخ والصديق ومنبع أسراره. علاء مرسي يعتبر اليوم علما من أعلام الكوميديا وله الكثير من الأفلام منها طباخ الريس وعسكر في المعسكر وكركر وغيرها من الأعمال. أحيانا يرث الأبناء الموهبة من آبائهم ويأتي التمثيل على رأس تلك المهن التي تشهد الظاهرة بكثافة، حيث انتقلت من الفنانين الكبار إلى أبنائهم الذين ظهروا على الساحة الفنية بل سيطروا عليها، فمنهم من يظهر بدور البطولة وآخر يشارك كضيف شرف، وبعضهم ظهر على الساحة الفنية منذ طفولته والبعض ظهر منذ فترة قصيرة، ولكن الشيء المشترك بينهم هو قدرتهم على جذب انتباه المنتجين والمخرجين وتعلق قلوب الجمهور بهم، حتى استطاع معظمهم
تكوين قاعدة جماهيرية ليس فقط في مصر ولكن في الوطن العربي. ويعد أبرز هؤلاء الفنانين علاء محمود مرسي ابن الفنان الراحل محمود مرسي والفنانة القديرة سميحة أيوب، الذي عرفه الجمهور من خلال مشاركته في عدة أعمال تمثيلية على شاشات التلفزيون في فترة التسعينيات، يعد أشهرها مسلسل كوكب الشرق أم كلثوم، ومسلسل عد تنازلي، ومسلسل الشيطان لا يعرف الحب، وعدد آخر من الأعمال الفنية. كما يذكر إنه حصل على بكالوريوس علم النفس بجامعة القاهرة وعدد من الشهادات العلمية بنفس المجال، وعمله الأصلي كطبيب نفسي واستشاري علاقات زوجية. وقال الفنان الراحل عن نجله الوحيد: منذ طفولته يميل للعلم وإلى كل ما هو جديد، وإنه كان يعتبره صديقا وأخا أكثر من كونه ابنا، وكان عندما يلتقيان يبوح كل واحد بأسراره للآخر، فلا توجد بينهما حواجز تمنع التواصل. الاختلاف الوحيد هو نظرة كل منهما للمرأة، فالفنان الراحل كان يفكر ألف مرة قبل السماح لها بدخول حياته. أما علاء فيرى إنها الحياة التي لا يمكن الحياة بدونها.